جينا كده على الدباجة ده هنشوف حوالي بتاع 25 دقيقة ضيعنا حوالي أكثر من 4 أجوال. جمال عبد الله الكرة في وسط المدينة لجمال، الكرة لمحمد السناني إلى اللاعب محمد الغنودي رقم 9 سعود عبد اللافي، هذه كرة ممتازة عبد اللافي وجه لوجه عبد اللافي والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الليبي، جول ممتازة جدا العملية، سعود راع من اللاعب ربيع عبد اللافي المنتدب مؤخرا وهدف أول ممتاز في مرمى الحارس رافائيل تشاو. هدف كان هدف في الوقت بعد فرص واجده ضيعناها، لكن الحمد لله رب العالمين يعني تم بجهود الفريق ونحن كنا ندوروا في الهدف هذا من بدايه المباراه، ولكن جاء في الوقت الكافي. هدف هذه اعاده الهدف ممتاز سعود عبد اللافي، والكره يسدد والكره في شباك الحارس رافائيل الجاو، هدف ممتاز، هدف يحرر اقدام لاعبي المنتخب الليبي وابناء البرازيلي ماركوس باكيتا. وهذه حيرة الحارس رافائيل الجاو.